نرحب بطلبة الثانوية العامة، ومعانا النهاردة الفصل الأول من مادة الأحياء بعنوان التغذية والهضم في الكائنات الحية، الدرس الأول التغذية الذاتية. يعني إيه كلمة تغذية أو نيوتريشن؟ تغذية أو نيوتريشن ده علم بيتم في دراسة الغذاء والطرق المختلفة التي تتغذى بها الكائنات الحية. إذن التغذية أو النيوتريشن هو الدراسة العلمية للغذاء والطرق المختلفة اللي تتغذى بها الكائنات الحية المختلفة الموجودة في البيئة. طيب إيه هي أهمية الغذاء للكائنات الحية؟ أهمية الغذاء للكائنات الحية المختلفة تتلخص في نقطتين. النقطة الأولى، الغذاء هو مصدر الطاقة لكل العمليات الحيوية اللي بتتم داخل جسم الكائن الحي أيا كان الكائن الحي. النقطة الثانية، إن الغذاء هو المادة الخام اللازمة لنمو وتعويض ما يتلف من مادة أو أنسجة الجسم. عشان نشرح النقطة الثانية هنقول إن لو حد مثلا اتجرح، عشان الجرح ده يلتئم محتاج تكوين خلايا وأنسجة جديدة في منطقة الجرح. عشان تتكون الخلايا والأنسجة الجديدة دي محتاجة مادة خام عشان تتبني. المادة الخام تعتبر الغذاء. يبقى أهمية الغذاء للكائنات الحية تتلخص في نقطتين، مصدر طاقة لجميع العمليات الحيوية، والمادة الخام لبناء وتعويض ما يتلف من أنسجة الجسم. إيه هي أنواع التغذية؟ التغذية ليها نوعين. عملية التغذية في أي كائن حي ليها نوعين. النوع الأول تغذية ذاتية، النوع الثاني تغذية غير ذاتية. يبقى كل كائن بتحصل فيه نوع واحد من النوعين دول. في كائنات تستطيع أن تقوم بعملية التغذية الذاتية وكائنات أخرى لا تستطيع، وبالتالي بتقوم بعملية التغذية غير الذاتية. الكائنات اللي بتقوم بعملية التغذية الذاتية دي كائنات ذاتية التغذية، يعني عندها القدرة إن هي تصنع غذائها بنفسها، زي مثلا النباتات الخضراء والطحالب. بتعمل ايه عشان تصنع غذاء بنفسها؟ بتاخد مواد أولية بسيطة منخفضة الطاقة من البيئة المحيطة بيها، وتقوم بتحويلها داخل خلاياها إلى مواد ومركبات غذائية معقدة التركيب وعالية الطاقة. بالنسبة للكائنات غير ذاتية التغذية فدي ليس لديها القدرة أن تصنع غذاء بنفسها، فعشان تحصل على المركبات الغذائية عالية الطاقة بتحصل عليها من أجسام كائنات حية أخرى زي النباتات الخضراء والحيوانات التي سبق لها أن تغذت على نباتات. لو جينا نتكلم عن التغذية الذاتية بالتفصيل هنقول إن التغذية الذاتية بتقوم بها كائنات ذاتية التغذية زي النباتات والطحالب الخضراء. طب إزاي بتعمل هذه العملية؟ عن طريق عملية البناء الضوئي. بتاخد مواد بسيطة التركيب منخفضة الطاقة من البيئة المحيطة زي ثاني أكسيد الكربون والماء والأملاح المعدنية، في وجود الطاقة الضوئية تحولها داخل خلاياها إلى مواد عضوية معقدة التركيب عالية الطاقة زي السكر والنشا والدهون والبروتينات. دي اسمها عملية البناء الضوئي. يبقى النباتات والطحالب والكائنات ذاتية التغذية بتشتغل كمصنع، تاخد المواد البسيطة تحولها لمعقدة وعضوية، تاخد المواد منخفضة الطاقة تصنعها وتحولها لمواد عالية الطاقة. المواد عالية الطاقة المعقدة دي تستخدمها لإتمام عملياتها الحيوية وبناء أنسجتها الجديدة لاستمرار حياتها. أما بالنسبة للتغذية غير الذاتية فتقوم بها كائنات غير ذاتية التغذية. طيب الكائنات غير ذاتية التغذية ليها ثلاث أنواع. النوع الأول كائنات غير ذاتية أساسية، النوع الثاني كائنات غير ذاتية رمية، النوع الثالث كائنات غير ذاتية طفيلية. بالنسبة للكائنات غير ذاتية الأساسية فليها ثلاث أنواع. النوع الأول أكلات العشب، النوع الثاني أكلات اللحوم، النوع الثالث متنوعية الغذاء. زي الإنسان عنده القدرة إنه ياكل أعشاب ونباتات وعنده القدرة إنه ياكل لحوم. بالنسبة للكائنات غير ذاتية رمية فليها نوعين أو عليها مثالين. المثال الأول بكتيريا رمية، المثال الثاني بعض الفطريات اللي بتعيش بطريقة مترممة. يعني إيه مترممة؟ يعني بتترمم أو بتتغذى على بقايا الكائنات الميتة. بالنسبة للنوع الثالث للكائنات غير ذاتية التغذية فهو الكائنات غير ذاتية الطفيلية زي البلحارسية. طيب لو جينا نتكلم بعد كده على التغذية الذاتية في النباتات الخضراء هنلاقيها تشمل عمليتين مهمين جدا. لازم عشان عملية التغذية الذاتية في النباتات الخضراء تتم ان العمليتين دول يتموا بشكل كويس وبشكل ناجح. العملية الاولى هي عملية امتصاص الماء والاملاح
من التربة. العملية الثانية هي عملية البناء الضوئي. عملية امتصاص الماء والأملاح لما نتكلم عنها بالتفصيل هنلاقي إن عملية امتصاص الماء والأملاح بتتم في النباتات الخضراء الرقية اللي بتقوم بامتصاص الماء والأملاح عن طريق المجموع الجذري من التربة أو الشعيرات الجذرية. يبقى بيتم امتصاص الماء والأملاح في النباتات الخضراء الرقية من التربة عن طريق الشعيرات الجذرية في المجموع الجذري للنباتات، ثم تنتقل من خلية إلى أخرى في المجموع الجذري لحد ما توصل للأوعية الناقلة للماء، وعن طريق الأوعية الناقلة للماء والأملاح بتنتقل لجميع أجزاء النبات. ده شكل الشعيرات الجذرية. لما نيجي نتكلم عن الشعيرات الجذرية هنقول إن كل شعيرة جذرية تعتبر امتداد لخلية واحدة من خلايا الطبقة الوبرية أو خلايا البشرة اللي موجودة في الجذر. يبقى كل شعيرة جذرية هي امتداد لخلية واحدة. طب لو جاء لي علل الشعيرات الجذرية تمثل امتداد لخلايا البشرة اللي الخارج، عشان نشرح السؤال ده هنقول إن كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الكون خلقها لحكمة. يبقى إذا في سبب وحكمة من امتداد خلايا الشعيرات الجذرية للخارج بالشكل ده. ايه هي الحكمة؟ ان امتداد خلايا الشعيرات الجذرية للخارج بيزود مساحة السطح المعرض من النبات للماء والأملاح. يبقى إجابتي نموذجية، يعمل امتداد خلايا البشرة لخارج سطح الجذر على زيادة مساحة سطح الامتصاص المعرض للتربة. طب لو جينا نتكلم عن تركيب الشعيرة الجذرية، تركيبها هي زي أي خلية نباتية. احنا قلنا الشعيرة الجذرية تعتبر امتداد لخلية واحدة من خلايا البشرة، يبقى كل شعيرة جذرية هي خلية واحدة زي أي خلية نباتية، عليها من الخارج جدار خلوي ومبطنة من الداخل بطبقة رقيقة من السيتوبلازم، وتحتوي على نواة وعضيات الخلية، وتحتوي أيضا على فجوة عصبية كبيرة. طب طول الشعيرة الجذرية بيوصل كام؟ بيوصل 4 مليمتر. عمر الشعيرة الجذرية لا يتجاوز بضعة أيام أو أسابيع. لو جينا نشوف البيانات على الرسمة دي هنلاقي أول بيان هو الجدار الخلوي الخارجي خالص، ده هو اسمه الجدار الخلوي. اللي بعد كده هو الغشاء السيتوبلازمي، ده الخط الذي يلي الجدار الخلوي على طول. بعد كده المحتويات اسمها السيتوبلازم. بعد كده التجويف الداخلي، ده هو الفجوة العصارية، وهنا توجد نواة الخلية. لو جاء لي سؤال في الامتحان لا يتجاوز عمر الشعيرة الجذرية بضعة أيام أو أسابيع، علل لا يتجاوز عمر الشعيرة الجذرية بضعة أيام أو أسابيع. إجابتي النموذجية على السؤال ده هتكون لأن خلايا البشرة تحتك بحبيبات التربة فتتمزق بين الحين والآخر وتعوض باستمرار بخلايا جديدة من منطقة الاستطالة بالجذر. يعني الجذر هو بينمو بيتغلغل في التربة، وهو بيتغلغل خلايا البشرة وخلايا الشعيرات الجذرية بتحتك بحبيبات التربة، وهي خلايا رقيقة جدا بالتالي بتتمزق، وكل ما تتمزق بيتم تعويضها من منطقة اسمها منطقة الاستطالة في الجذر، اللي هي دي منطقة الاستطالة في الجذر، بيتم فيها تكوين شعيرات جذرية جديدة بدل اللي تهتكت. طيب لو جينا نتكلم بقى عن الخلاصة اللي اتكلمنا عليها في الحلقة دي، هنلاقي إن أول حاجة اتكلمنا عليها تعريف التغذية، وهو العلم اللي بيتم فيه دراسة الغذاء والطرق المختلفة التي تتغذى بها الكائنات الحية المختلفة. الحاجة التانية اتكلمنا عن أهمية الغذاء وهو مصدر طاقة ومادة خام. الحاجة التالتة اتكلمنا عن أنواع التغذية، قلنا أول نوع تغذية ذاتية، تاني نوع تغذية غير ذاتية. التغذية غير الذاتية بتقوم بيها كائنات غير ذاتية التغذية، ليها 3 أنواع: كائنات غير ذاتية أساسية، وكائنات غير ذاتية أمية، وكائنات غير ذاتية طفيلية. بالنسبة للكائنات ذاتية التغذية، عشان تتم عملية التغذية الذاتية بتتم عمليتين: عملية امتصاص الماء والأملاح وعملية البناء الضوئي. طب عملية امتصاص الماء والأملاح بتتم عن طريق ايه؟ عن طريق الشعيرات الجذرية، وقلنا بالتفصيل تركيب الشعيرات الجذرية وقلنا معلومات كتير عنها. نيجي بقى للأسئلة، اختاري الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. السؤال الأول
تعوض الشعيرات الجذرية الممزقة من منطقة نقط بالجذر. الاختيارات: المنطقة المستديمة ولا الكورنسوة ولا منطقة الاستطالة ولا القمة النامية. طبعا احنا قلنا في الدرس ان الإجابة هي منطقة الاستطالة في الجذر. السؤال الثاني: ايه هي الكائنات الحية اللي بتحصل على المركبات الغذائية عالية الطاقة من أجسام الكائنات الحية الأخرى؟ الاختيارات: كائنات ذاتية التغذية ولا كائنات وحيدة الخلية ولا كائنات مفترسة ولا كائنات غير ذاتية التغذية. الإجابة الصحيحة: كائنات غير ذاتية التغذية. السؤال الثالث: نقط هي كائنات تحصل على غذائها من البقايا المتحللة للكائنات الميتة، وبرضو دي احنا قلناها في الدرس. عندنا اختيارات: كائنات متطفلة غير ذاتية التغذية ولا كائنات مترممة غير ذاتية التغذية ولا أكلات أعشاب ولا فطريات. الإجابة الأنسب هي الكائنات المترممة غير ذاتية التغذية. طب ليه ما اختارش الفطريات؟ لأن الفطريات مش هي بس اللي بتقدر تترمم، ومش كل الفطريات مترممة. مش كل الفطريات بتتغذى بطريقة الترمم أو بتتغذى على البقايا المتحللة. يبقى الإجابة المناسبة هي الكائنات المترممة غير ذاتية التغذية. السؤال الرابع: ايه هي اللي بتعتبر امتداد لبعض خلايا البشرة في جذور النبات؟ الاختيارات: نتوءات ولا شعيرات جذرية ولا خلايا ممتدة ولا جذور. طبعا الإجابة الصحيحة هي الشعيرات الجذرية. ونكمل مع بعض المرة الجاية إن شاء الله.